أشرف زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على مناورة تحاكي هجوما نوويا مضادا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية التي قالت إن صواريخ انطلقت من راجمات ضخمة وحققت هدفها على جزيرة تقع على بعد 352 كيلومترا. ووصف الجيش الكوري الجنوبي هذه التجربة بأنها استفزاز صارخ، في حين أدانتها الحكومة اليابانية وقالت إن أحد الصواريخ الكورية الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.